السلام عليكم ومرحبا بكم شي وجديد مشي وتقوم أنس. اليوم جيت أجبت لكم هاد الباستيلات الرائعين فرديين صغار بحشوة خطيرة جدا بدون ورقة باستيلا، فقط يعني بحاجات بسيطة غادي تعملوا باستيلا خطيرة جدا، فكتجي مقرمشة ولا أروع. فأنا وريت لكم في النهاية ديال الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا، وطيبة على حقها وطريقة من فوق ومن تحت. طبعا غادي نوريكم ان شاء الله الحشوه ديالها كيفاش كتبان من الداخل. هذه هي الحشوه، كتجي عامره لذيذه وبنينه. كنتمنى الاعجاب ديالكم، عجبكم الفيديو حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات كيف ما العاده. كتفرحوني بزاف التعليق ديالكم، ما تنساوش تخليوا لي التعليق وتقولوا لي كيفاش جاوكم، فهما كيجيو صراحه رائعين لفطور رمضان. تعتشوا بهم تفطروا بهم كيف ما بغيتوا، مع الحريره او ماكويس او بريري ديال اتاي. الناس اللي كيزوني كنقول لكم الف مرحبا، انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر، ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه. وما بقى لي غير نقول لكم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو مقادير، وكنتمنى لكم كيف ما العاده غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نقول لكم ان شاء الله المقادير ديال الحشوه اللي غادي تكون حشوه لذيذه بزاف. عندي هنايا دجاجه مكموله ما يقارب كيلو ونص على حسب نتوما الافراد الاسره، من بعد ما نقيتها جيدا وغسلتها بالحامض او الليمون وشويه سكنجبيل عاود غسلتها، المهم نقيتها جيدا. قطعتها الى قطع كبيره والصدر ديالها خليته هكذا مكمل فصافي. المهم عندي هنايا دجاجه مكموله، عندي هنايا ثلاثه ديال البصلات. فبالنسبه للبصل اللي غادي نشحره معاه غادي يدبل ليا وغادي غادي يولي غير شويه، فكيف ما كتشوفوا عندي البصل هنايا عاوتاني. ملي غادي نقي الدجاج ديك المرق اللي غيبقى لي خاطر غادي نزيد فيه البصله. كاين الناس اللي كيزيدوا البيض، فبالنسبه لي اللي بقاو معايا ان شاء الله ما غنزيدش البيض، غادي نزيد واحد الاضافه اخرى اللي كتعطيها واحد القوام رائع وكتجي الحشوه معمره ولذيذه. بالنسبه للتوابل فعندي هنايا الابزار اي الفلفل الاسود، سكنجبيل اي الزنجبيل ضروري مع الدجاج، عندي الكركما اي الخرقوم البلدي، الملح وضروري جدا من القرفه، وكذلك الزيت. فاول حاجه غادي نعمل غادي نقوم باضافه الزيت. نتوما كتضيفوا زيت نباتيه او اي زيت حبيتوها، يعني تقدروا تخلطوا ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. بالنسبه لي انا كتجيني زيت ديال الزيتون مجهده. فغادي ندوز ان شاء الله بتقطيع البصل مباشره، غادي نشحر كل شيء مع بعض. بالنسبه للربع القزبر والمعقنوس فما غادي نضيفوش دابا لانه غيتلف. صافي، من بعد ما قمت بتقطيع البصل فغادي نجيب الملح، بسم الله، غادي نجيب ملعقه صغيرة من الزنجبيل اللي غادي تكون ملعقة مملوءة جيدا. فكيف ما كتعرفوا الدجاج او الدجاج كيحتاج دائما للزنجبيل. غادي نضيف كذلك الخرقوم ما يقارب ملعقة صغيرة مملوءة جيدا، اي الكركم بهذا الشكل هو. كذلك الابزار اي الفلفل الاسود ما يقارب نصف ملعقة، وغادي نضيف القرفة ما يقارب ملعقة صغيرة مملوءة جيدا بهذا الشكل هو. فصافي غادي نخلي ان شاء الله الكل يتشحر جيدا بدون اضافة ماء على نار هادئة جدا. ملي غادي تشحر لي البصلة غادي تبدا تشحر لي البصلة، نبقى نقلب في القطع ديال الدجاج. صافي ما غادي يدبل البصل وغادي تشحر لي الدجاج، غادي نضيف المرق الكافي فاش غادي يطيب الكل جيدا. وبقوا معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا طريقه تحضير العجين اللي غادي يكون ان شاء الله الورقه، يعني بحال الورقه ديال الباستيلا اللي كيجي من قبل. تشحرت معايا كتطلق ديك البصيله، كتطلق شويه ديال المرق القليل جدا من المرق، هذا كيصبح هذا هو الشكل ديالو تقريبا لمده 5 حتى 10 دقائق. نتوما الا بغيتو تضيفوا لها الماء المغلي مباشره بلا ما تشحروها، فغادي نضيف لها دابا المرق الكافي فاش غادي تطيب. ضفت الماء المغلي، غادي نخليها ان شاء الله، غادي نغطي على الطنجره ديالي وحتى ينقص لي المرق ويطيب الدجاج. من بعد نجوز ان شاء الله المرحله المواليه كيف غادي نفتت الدجاج ديالي وكيفاش غادي نضيف البصل. كتشوفوا الدجاج طاب لي على حقه وطريقه، والمريقه ولات مدغمره وخاتره. غادي نزول الدجاج، غادي نستقطرو جيدا من المرق ديالو. المرق ديالو طبعا غادي نحتاجو، غنوري لكم شنو غنعمل به. وشوفوا ما شاء الله الريحه طالعه ديال القرفه، يا سلام، والسكنجبيل يعني التوابل لحقوا طريقوها انتما. هذا هو الشكل ديالو.
غادي نعملو اكسترا في واحد الصينيه كبيره باش يبرد لي، لانه الحشوه ضروري جدا ما تكون بارده، باش ملي غادي نعمروها في الورقه اللي غادي معاكم ان شاء الله منزليه ما تقطعش معانا. صافي، هذا هو المرق المتبقي لينا. غادي نردو ان شاء الله فوق الموقد. عندي هنا 3 ديال البصلات شلطتهم، غادي نعملو فيها بهذا الشكل ها هو، وانتظروا ان شاء الله ما غادي تشحر لي البصله. غادي نضيف دابا، غادي نضيف لواحد شويه ديال الربيع نقطع عليه دابا. غادي تشوفوا معايا الاضافه اللي غادي نعمل عوض البيض، يعني البيض ما حتاش نزيدوهم، غنضيف انا واحد الاضافه اخرى. صافي، كيما كتشوف معايا البصله اللي زدت بدات دبالت والمريقه بدات كتختار، ضروري ما تشرب هذه المريقه تتولي يابسه ما فيها حتى شي نقطه ديال الماء. بالنسبه للاضافه اللي غادي نضيف لها، فغادي نضيف عليها الشعريه الصينيه، هانتوما الشعريه الصينيه. غادي نطيب الماء، غادي نخليها ترطب في الماء ونستقطرها جيدا، غادي نقطعها بالمقص، وغادي نضيفها من هذا البصل ها هو وهذا الحشوه باش كتاخذ لي المذاق، وضروري غادي نضيفوها مي غادي يكون المراق صافي. بالنسبه للعجينه او للورقه ديال الباستيله، فغادي تكون ان شاء الله منزليه وغتكون عمليه، غتكون اقتصاديه رخيصه، اي واحد يقدر يعملها في الدار، يعني بدون ما تشري الورقه، بدون عذاب ولا اي شيء. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الفينو، ومن تحت عندي كميه من الدقيق، هنا عندي ملعقه كبيره من الزبده باش كتجي العجينه لينه، وعندي الملح على حسب الذوق، وهنايا الماء. غادي نعجن المسمن ديالي، العجين ديال المسمن اي وحده كتعرفوا، فهذا ما غادي نعملوش في الفيديو، فقط باش تعرفوا الطريقه ديال العجين. فبقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نعملوا. اعزائي الكرام، هذه هي الحشوه، من بعد ما بردات لازم وضروري جدا انكم تخليوها تتبرد. من بعد ما خلطت مع هذيك الحشوه ديال البصل كيفاش عملت الشعريه الصينيه، فكبت عليها الماء طايب وعملتها في ديك الخليط او المزيج ديال البصل. بالنسبه للمسمن، فاي وحده كتعمل المسمن، فطلقت بعض المسمنات. غادي نستعن بالقليل من الزيت، الجراره ديال البيتزا، اللي ما عندهاش الجراره ديال البيتزا فبالامكان ديالكم تستعملوا السكين العادي. عندي هاد جوج ديال الامثله او جوج الزلايف، تقدروا تخدموا بزلافه صغيره زلافه كبيره او تبصيل على حسب الحجم نتوما، يعني الباستيله كيفاش بغيتوها. تقدروا تعملوهم فرديا وتقدروا كذلك تعملوهم هيدا باستيلا تقدروا تعملوها باستيلا كبيره. فغادي نجيب، غادي نزيد سطح العمل، فغادي نبدا بالمسمنه اللي طبعا ارتحت لي جيدا بهذا الشكل ها هو. فبالنسبه للكرات ديال المسمن ما عملتهمش معاكم، فكتعملوهم الحجم الكبير باش كتخرج لكم مسمنه كبيره بهذا الشكل ها هو كيف ما كتشوفوا معايا. فكل مسمنه غادي تخرج لي 4 باستيلات، فغادي نشبر وغادي نقطع بهذا الشكل ها هو كتشوفوا معايا الى 4 هكذا. يا اما غادي نستعمل هاد الزليفه ها هي اللي غارقه على حسب نتوما الحجم ديال الباستيلا اللي بغيتو، اولا هذه. فانا غادي نستعمل ان شاء الله هذه ها هي، غادي نقرب لكم ان شاء الله الصوره باش تشوفوا كيفاش غادي نعملها. فغادي نجيب ضروري جدا، غادي نزيد الزليفه ديالي جيدا، فطريقه سهله جدا. غادي نجيب المسمنه، من بعد ما نطلقوها مزيان، هكذا، وغادي نحط المسمنة بهذا الشكل ها هو. ماشي ضروري تنعمر الزلافة كاملة، فقط يعني الحشوة غادي تكون طبعا على حسب نتوما كيفاش بغيتوها. فغادي نجيب الحشوة بهذا الشكل ها هو هكذا. صافي، غادي نجيب العجينه ديالي هكذا، غادي نحاولوا نزولوا الزائد ديال العجين باش ما تجيناش العجينه غليطه بزاف. ثم كنجبدوا جيدا وكنزولوا الفائض بهذا الشكل ها هو هكذا. صافي، كنشدوها جيدا
ضروري ما تنقصوا من العجين الا كانت العجينه صافي. غادي نزولها بهذا الشكل. ها هو هذه هي الباستيله ديالنا. غادي نبقى نفض ديريكت في السمنه. هما الشكل ديال البسطيلات اللي السينيه الاولى، فباقي كنخدم. فكيف ما كتشوفوا باقي عندي ما شاء الله الخير والبركه، باقي كنقطع ونعدل. فماشي ضروري الزليفه، تقدروا كذلك تستعملوا بدون زلافه. كتقطعوا الى اربع مربعات وكتحشيو الحشوه ديالكم كالمعتاد. الفرن لازم يكون ساخن مسبقا جيدا على 200 درجه. ملي كتدخلوهم كتنقصوا لهم في السر ديال القرمشه ديالهم باش يطيبوا لكم مزيان، ما يجيوش مقرمشين وخضر من الداخل. الفرن كتعطيوه على مهل على 150 درجه على حسب الفرن اللي كان عندكم، غازي او كهربائي. فخليكم معايا ان شاء الله تشوفوا الباستيلا ديالي الطبق تاعكم معايا. هادو هما البسيطيلات اللي عملت معكم، ففتحت معكم وحده في نهايه ديال الفيديو، فكتجي صراحه رائعه، شهوه منه والقرمشه مقرمشين مورقين. يا سلام هانتوما طايبين من الفوق ومن التحت كيف ما كتشوفوا، محمرين على حقهم وطريقهم. فالقليل زينته بالعسل واللوز من فوق، والقليل بالسكر والقرفه. فالقرمشه ما نعاود لكمش عليها، كيجيو صراحه رائعين جدا. سمعوا معايا، فإلا عجبكم عجبتكم الوصفه ديال اليوم، فما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبارطاج. قولوا لي كيفاش جاوكم، فكنتمنى تعملوهم في هذا رمضان وينالوا الاعجاب ديالكم. نبقى لهتي نقول لكم عواشركم مبروكه، والى فرصه قادمه ان شاء الله. باي باي.